السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، إخواني أخواتي المغاربة الأحرار فين ما كنتو، داخل أو خارج أرض الوطن، مرحبا بكم. تنتمنى أنكم تكونوا في تمام الصحة والعافية، وكيف ما تنقول دائما الله يحفظ هذه البلاد هذه من كل شر. إذا الإخوان والأخوات، كيف ما لاحظتوا في العنوان، ففي هذا الفيديو غادي نطرقوا الجوج ديال النقاط، الجوج ديال القضايا مهمين. النقطة الأولى مرتبطة بالقضية والموضوع اللي دايرين ليه المواكبة، المرتبط باتهامات رشيد العمارتي وملف دنيا باطمة المرتبط بملف حمزة مومبيبي بصفة عامة. ففي هذا الفيديو غادي نسلطوا الضوء على واحد النقطة أثارها الأستاذ رشيد العمارتي كإشارة منه إلى أن مسألة موت أو حياة حساب حمزة مومبيبي، يمكن أن نقول بحسب الأقوال ديالو أن حمزة مومبيبي هذا الحساب لا زال حيا يرزق ويعيش ما بين حسابات نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي. وأيضا إخواني أخواتي، ففي هذا الفيديو غادي نطرقوا المستجدات الجديدة في القضية ديال رئيس المجلس البلدي سابقا لجماعة بني ملال أو لبلدية بني ملال البرلماني والقيادي الحركي السابق أحمد شادة المعتقل على خلفية خروقات واتهامات بالفساد. فهنالك مستجدات جديدة وخطيرة ومهمة جدا، ويمكن نقولوا أنها أحدث التطورات في هذا الملف ديال أحمد شادة. هذه المستجدات مرتبطة بقرار الوكيل العام للمحكمة ديال الاستئناف بمدينة الدار البيضاء، واللي قرر اعطى اوامر للشرطه او للشرطه القضائيه المرتبطه بشرطه مكافحه الجرائم الماليه والاقتصاديه. هذا القرار اللي كنتمناو انه يكون عبره، انه يتخذ كمقياس باش انه يطبق على جميع من توبع في الفساد. وهنا كنتكلم اخواني اخواتي على قرار ديال تجميد الحسابات البنكيه والأرصدة البنكية والتحويلات المالية. فعلى بركة الله إخواني أخواتي، كنتمنى أنكم تتبعوا معنا هذا الفيديو باش أنكم تكون عندكم واحد الإحاطة بكل هذه المعلومات والمستجدات في هذه القضية. وفي البداية وبداية إخواني أخواتي، ومن باب المصداقية، ولأن أيضا التعليقات ديالكم مهمين ومهمين بزاف، فمن خلال مجموعة ديال التعليقات لفت الانتباه ديالي خبر لمرتبط بسكينة غلامور. هذا الخبر هذا اللي نشرته قبل يومين متعلق باعترافات او لا بمطالب من اجل ان تعترف سكينة غلامور، ودرجت خبر مرتبط بانها يعني تم النقل ديالها من الودايه الى سجن الدار البيضاء. فبغيت نصحح اخواني اخواتي، فهذاك الخبر وهذيك المعلومه كانت نازله في هذاك اليوم بالضبط، يعني قبل يومين نازله من طرف مجموعه ديال القنوات، وايضا من بعد ما قبل ما انني ننزل هذاك الخبر ونشاركه معكم، فبحثت في مواقع وفي مصدر الخبر اللي هو ما بقيتش بالضبط عاقل على الموقع، ولكن غادي نذكر هذا الاسم اللي هو احداث انفو. فلما بحثت فما كاينش تاريخ اللي كيحدد تاريخ هذا الخبر اللي تدرج، ولكن لما يعني حاولت تاكدت من بعد ما قريت التعليقات فلقيت بان فعلا سكينة غلامور هي حره طالقه، وان هذاك الخبر مرتبط باحداث يعني اللي بعيده نوعا ما واللي وقعت هذه مده ديال سنه بحسب يعني التقديرات. فكنعتذر على هذاك الخبر اللي كنترجت، وكنعتذر سكينة غلامور، وكنعتذر لكم اخواني اخواتي. وغادي نمشيو للنقطه الاولى واللي تكلم عليها كيف ما قلت اخواني اخواتي الاستاذ رشيد العمارتي، الذي اشار الى ان الحساب ديالو على منصه انستغرام تم الاختراق ديالو وتم التجميد ديالو او الهكر ديالو وتوقيف هذا الحساب. وبناء على هذا المعطى وبناء على معلومات اللي تلقى الاستاذ رشيد العمارتي من طرف اداره ديال هذه المنصه، واللي خبراته انه يعني تشرك المعطيات ديالو الاكواد ديالو ديال الدخول لهذه المنصه ديالو على انستغرام، وهو ما سبقلوش دار هذا التصرف. ومن هنا يستنتج ويستنتج ايضا بانه
تعرض الى الحساب ديالو تعرض للهكر من طرف مجموعه او من طرف شخصين، اللي ايضا الاداره ديال هذه المنصه عطاتو الاسماء ديالهم، يعني الاسماء ديال الحسابات ديالهم. وما هذا الا دليل خلاه انه يتاكد بان هذه الجهه المسؤوله على هذا الامر هي جهه مرتبطه بحساب حمزه مونبيبي. فهذا الامر هذا بناء على هذه المعطيات اللي توصل بها الاستاذ رشيد العمارتي فعلا كيعطيه كل التاكيدات. امور بحال هذه ومعطيات ملي غتمدك اداره ديال انستغرام بالاسماء وبكل المعطيات ديال هاد الناس اللي سدوا هذا الحساب، فهنا انت يعني مستهدف من طرف جهه لانك تتكلم في قضايا تزعج هذه الجهات اللي قامت بهذا الامر، لان هذه هي الصوره المثلى اللي غادي تبان وتراءى لاي واحد. فعلا هنالك ارتباط، وهذا الامر هذا يعني كيخلينا نطرحوا مجموعه ديال علامات الاستفهام ما بين علاقه الانسان الناشط ولا الانسانه الناشطه الفاعله على مواقع التواصل الاجتماعي وادارات هذه المنصات هذو اللي خصهم فعلا ارتقيوا الى مستوى احترافي يمنعوا بحال ما هاد الامور هذه، خصوصا في الحسابات الموثقه، يعني الحسابات اللي عندها العلامه الزرقاء. فهذا الشيء هذا واش فعلا حساب حمزه مونبيبي او لا هذه المجموعه هي المسؤوله بنسبه كبيره؟ ممكن يعني بنسبه كبيره، لان الاستاذ رشيد العمارتي كيتكلم في هذه القضايا، وهذا الامر ربما يزعج جهات اللي ما قبلتش هذا الامر واللي كتحاول انها تسكت الاستاذ رشيد العمارتي. لهذا فتحيه الاستاذ رشيد العمارتي، وحنا ماشي كنقول ان الاستاذ رشيد العمارتي كل ما يقوله مؤكد وكله يعني كلام قضائي، لا، الاستاذ رشيد العمارتي ما كيقولش انه كلام قضائي، وانما يوجه اتهامات وامور ومعلومات بناء على معطيات. وحنا عندنا واحد الثقه كبيره بان يلامس الصحه بحد النسب اللي هي مرتفعه، ولكن الثقه الاولى والثقه ديالنا هي في القضاء المغربي، هو الكفيل باستبيان واظهار الحقائق، يعني الحقائق الصافيه يعني بدون لبس. فلهذا ولكن من خلال هذه الامور هذه فكيتبين ان الاستاذ رشيد العمارتي كيتعرض او لا تعرض لحمله او حمله او لمحاوله هكر الحساب ديالو باش يسكت. فلهذا رسالتنا كنوجهوا للاستاذ رشيد العمارتي، لانه كيتكلم في قضايا ديال الفساد ماشي بالضبط الملف ديال دنيا باطمه. دنيا باطمه حتى هي يعني الامر ديالها امر بايد المؤسسه ديال القضاء، لكن هذا الاستاذ يعني كيتكلم في مجموعه ديال الامور ومجموعه ديال القضايا وكيمد الراي العام بمعلومات اللي مهمه ومهمه بزاف، وهو اغناء للراي العام ان صح التعبير. ونمشيو اخواني اخواتي النقطه الثانيه والمرتبطه برئيس بلديه بني ملال احمد شاد القيادي الحركي المعتقل منذ ازيد من اسابيع على خلفيه تسجيل خروقات ومخالفات وفساد ببلديه مدينه بني ملال. فهذا الاخير يوم امس الوكيل العام للمحكمه ديال الاستئناف مدينه الدار البيضاء كيعطي ولا كيرسل واحد الرساله الى رئيس الفرقه الجهويه ديال الشرطه القضائيه المسؤوله على الجرائم الماليه والاقتصاديه بالدار البيضاء من اجل تجميد. هذه رساله ماشي من اجل طلب، وانما رساله اذن، رساله كيعطي فيها الاذن هذا الوكيل العام ديال المحكمه ديال الدار البيضاء، ارسل رساله الى رئيس الفرقه الوطنيه للشرطه القضائيه يعطيه فيها الاذن بتجميد الارصده الماليه البنكيه ديال احمد شاده، وايضا الزوجه ديالو، الزوجه ديال احمد شاده، ونسيب احمد شاده اللي هو ابن شقيقه الزوجه ديالو. فهذا التجميد جاء بناء على التحريات والتحقيقات اللي كتقوم بها الفرق الوطنيه اللي كتحقق في هذا الامر،
وأثناء التحقيقات ديالو فاكتشفوا بأن هذه الممتلكات وهذه الأموال هي مسجلة بشكل غير قانوني، وأنها يعني ممكن نقولوا نهب أو شيء من هذا القبيل، ممتلكات وأمور وعقارات مسجلة بأسماء هاد المقربين من أحمد شادة في تجاوز تم رصده، يعني مني كانوا كيف تحصوا التدبير المالي والإداري أيضا ديال بلدية بني ملال. فهاد القضية إخواني أخواتي جات تطبيقا لأحكام المادة 91 من القانون التنظيمي المتعلق ب يعني ب عفوا، فأحمد شادة تم العزل دياله والتنحية دياله من البرلمان بناء على مادة 91 من القانون التنظيمي ديال مجلس النواب على خلفية هذه الاتهامات المتابع فيها. لكن هذا القرار اللي دار الوكيل العام المحكمة ديال الاستئناف مدينة الدار البيضاء قرار اللي بغينا أنه فعلا يتطبق على كل من طالته اتهامات الفساد وتم تأكيدها وإثباتها بالفعل وتم تحييد، لأن اللي كيهمنا احنا هو عودة الأموال المنهوبة والمسروقة إلى الخزينة ديال الدولة بصفة يعني بشكل رئيسي. عاد بالدرجة الثانية كيجي الاعتقال ديال المتهم بالفساد، لأن أهم شيء هو عودة الأموال وعودة هذه الأرصدة إلى الخزينة ديال الدولة وإلى الشعب. فإخواني أخواتي، فكيف ما كتعرفوا ففي هذه القضية هذه ديال أحمد شادة فكاين ماشي غير هاد ماشي الزوجة ديالو، ماشي فقط الزوجة ديالو ونسيبه، وإنما هناك شخصيات آخرين اللي ممكن أنهم يطالهم هاد التجميد وهاد القرار، منهم ناس من الفقي بن صالح وتيفلت والخميسات والرباط ومرتبطين بهاد الملف بالضبط ديال أحمد شادة اللي يعني معتقل على خلفية هذه الاتهامات. أحمد شادة اللي يمكن نقول أن عنده واحد ماضي سبق أنه تطرقنا ليه مرتبط بسيدة اللي كانت خيطات فمها بمدينة بني ملال. فعلى أي إخواني أخواتي كانت هذه يعني المعلومات والنقاط اللي طرقت فيها في هذا الفيديو باش أنني يعني سلط الضوء بشكل كافي على كل حيثيات وظروف هذه القضايا، خصوصا يعني القضية الأولى ديال الأستاذ رشيد العمارتي. ختاما كنتمنى أنني يكون سلط الضوء بشكل كافي على كلتا هذه القضايا، وكنتمنى لكم إخواني أخواتي التوفيق، والله يحفظ البلاد هذه من كل شر. وخير الختام، السلام، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.